وكذلك نجزي المحسنين وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك وقالت هيت لك وقالت هئت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون ولقد همت به وهم بها لولا ولقد همت به وهم بها لولا أن رأي برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء من عبادنا المخلصين بسم الله الرحمن يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم تطوى السماء كطي السجل للكتاب كما بدانا أول خلق وعدا علينا إنا كنا فاعلين أنا راح نوفي بسم الله
بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب. كما بدأنا أول خلق وعدنا علينا إنا كنا فاعلين. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. إن في قوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قل إنما يوحي إلي أنما إلهكم إله واحد. إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون؟ تولوا فقل آذنتكم على سواء وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون. إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون. وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين. قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان. وربنا
صدق الله العظيم. الفاتحة. مش هينفع الكلام ده. والله نقول للحاج فتح دلوقتي. والله العظيم نقول للحاج فتح دلوقتي. اسكت يا اخي بقى. طب تغنوا وترضوا على نفسكم. الكلام الفاضي ده. Well,
بعد الصلاة ازيك يا دكتور؟ الله يخليك. السلام عليكم. ازيك حاجة؟ قول له يا سيدنا ما يصحش. من حاجة؟ قول له يا شيخ يحيى. الله يخليك. تعالى بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الذي لا يحصى نواله ولا يفنى كماله ولا تتناهى نعمه وأفضاله. خلق الخلق فأحصاهم عددا ورزق العباد فلم ينس منهم أحدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، عليها قامت السماوات والأرض، ولأجلها كان الحساب والعرض. هي عماد الإسلام ومفتاح دار السلام. وأشهد أن السيد والقائد والرائد والمعلم والمؤدب محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم عين العناية وزين القيامة، القائل في حديثه الشريف: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. صلاةً وسلامًا عليك سيدي يا رسول الله، وعلى آل بيتك وأصحابك، وعلى أزواجك أمهات المؤمنين، وعلى من صار على الهدي والنهج إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أمة خير الأنام،
عليه الصلاة والسلام: وحدوا من لا يغفل ولا ينام. لا إله إلا الله محمد رسول الله. عن أخلاق سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نتحدث في هذه الجمعة المباركة، عن خلق سيدنا رسول الله. رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بليغاً، كان صلى الله عليه وسلم فصيحاً، بلغتنا المعاصرة كان صلى الله عليه وسلم خطيباً مفوهاً، كان صلى الله عليه وسلم أشجع الناس، كان صلى الله عليه وسلم أكثر الناس صلاةً، أكثر الناس صدقةً، أكثر الناس صيامًا، أكثر الناس ذكرًا لله رب العالمين. كان صلى الله عليه وسلم أجمل الناس، وجهه صلى الله عليه وسلم فاق البدور، لكن لما أراد الله عز وجل أن يمتدح نبيه صلى الله عليه وسلم ما امتدحه بكثرة صيام، وما امتدحه بكثرة صلاة، وما امتدحه بجمال وجه أو بشجاعة، وإنما امتدح نبيه صلى الله عليه وسلم بحسن الخلق، فقال له: وإنك لعلى خلق عظيم، وإنك لعلى خلق عظيم. فكان صلى الله عليه وسلم العظيم في أخلاقه، العظيم في بيعه، العظيم في شرائه، العظيم في تعاملاته، العظيم في صدقه، العظيم في أمانته، العظيم في تسامحه، العظيم في عفوه، العظيم في تواضعه صلى الله عليه وسلم. كان العظيم صلى الله عليه وسلم في كل شيء، في تواضعه، في عفوه، دانت له الجزيرة العربية من أقصاها إلى أقصاها، فإذا به صلى الله عليه وسلم العظيم في عدله يقف على منبره الشريف ويقول: أيها الناس، أيها الناس، من كنت جلدت له ظهراً فهذا ظهري فليقتص منه. أنت يا رسول الله، أنت يا حبيب الله أعدل الناس، ومن كنت أخذت منه مالاً فهذا مالي فليأخذ منه، ومن كنت تحدثت في عرضه فهذا عرضي فليقتص منه. أكمل المؤمنين إيماناً عظيم صلى الله عليه وسلم في تواضعه، هذه أخلاقه. يخرج مع أصحابه في سفر وأرادوا أن يعالجوا شاةً أن يذبحوها، يقول أحدهم: علي ذبحها، والآخر: وأنا علي سلخها، وأنا علي طهيها، وهو صلى الله عليه وسلم يختار المهنة الأصعب ويقول: وأنا علي جمع الحطب. وهو من؟ هو رسول الله. فيقول: إنا نكفيك يا رسول الله، إنا نكفيك يا رسول الله. فيقول: أعلم أنكم تكفونني، ولكني لا أحب من يتميز على أقرانه. صلى الله على حضرته. عظيم في عفوه صلى الله عليه وسلم. يدخل عليه سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه ومعه أسير من أسرى بدر. من هذا الأسير؟ سهيل بن عمرو. ومن سهيل؟ خطيب مفوه، طالما وقف المواقف يهجو رسول الله، يسب رسول الله، ينال من عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم وسط القبائل في مكة، إذا به اليوم أسيراً في قبضة عمر. وما أدراكم ما عمر؟ أخذه وذهب إلى المعلم الأول صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، هذا سهيل بن عمرو. وماذا يا عمر؟ ماذا تريد؟ يا رسول الله، مرني أن أقتلع ثنيتي سهيل بن عمرو.
أي أقتلع أسنانه. لماذا يا عمر؟ حتى لا يقف موقفاً يهجوك فيه مرة أخرى يا رسول الله. فينظر النبي صلى الله عليه وسلم، ينظر من أرسله ربه رحمة للعالمين، ويقول له: لا يا عمر، لا يا عمر. وكأن الكون كله يرددها مع رسول الله: لا يا عمر، إني لا أحب أن أمثل بأحد فيمثل الله بي ولو كنت نبيا، فيمثل الله بي ولو كنت نبيا. العظيم صلى الله عليه وسلم في عفوه وتسامحه تقع في الأسر بابنة حاتم الطائي، تطلب على الفور مقابلة رسول الله. وماذا تريدين من رسول الله؟ طلبت المقابلة، دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: يا محمد، أرى أن تفك أسري في الحال. ولما؟ قالت: أنا ابنة من يرحم العاني ويعفو عن الجاني ويغيث الملهوف ويكرم الضيف، أنا ابنة حاتم الطائي، أرى أن تفك أسري وأسر من معي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: أطلقوا سراحها، فكوا أسرها ومن معها، فهي ابنة رجل كان يحب مكارم الأخلاق. والله يحب مكارم الأخلاق. ثم نظر النبي إليها وقال لها: لو كان أباك مسلما لترحمنا عليه. هذه أخلاقه صلى الله عليه وسلم التي غابت عن مجتمعاتنا، هذه أخلاقه صلى الله عليه وسلم التي وقف أمامها سيدنا عمر مدهوشا يقول: يا رسول الله، نوح دعا على قومه فأهلكهم، وأنت يا رسول الله لو دعوت علينا لهلكنا، فما زدت يا رسول الله على أن قلت: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: التائب من الذنب كمن لا ذنب له، فادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، صاحب الخلق العظيم. أمام هذه الأخلاق يقف سيدنا علي يتحدث عن أخلاقه صلى الله عليه وسلم، فيقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان أجود الناس كفا، وأصدقهم لهجة، وألينهم عريكة، من رآه بديهة هابه، ومن خالطه معرفة أحبه، نطق الفؤاد وبالغرام أجابني. سيدي يا رسول الله، نطق الفؤاد وبالغرام أجابني، أنا مذهبي عن حبكم لا أذهب. سيدي يا رسول الله، من زكاك؟ من علمك؟ من أدبك؟ من رباك؟ من صفاك؟ من ركاك؟ من شرح صدرك؟ من رفع ذكرك؟ أمام هذه العبارات يقف سيدنا الصديق مدهوشاً ويسأل رسول الله: من أدبك يا رسول الله؟ فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، أدبني ربي فأحسن تأديبي، أدبني ربي فأحسن تأديبي. أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، عودة إلى أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم. لن نرتقي إلا بأخلاق، لن نرتقي إلا بأخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم. عودوا إلى قيمنا التي سلبت منا، عودوا إلى أخلاقنا التي ضاعت منا. ليس من الجميع، ولكن البعض يؤذي ومؤذي. عودوا إلى أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم، عودوا إلى حلمه، عودوا إلى صفحه، عودوا إلى ستره، عودوا إلى حسن معاملته صلى الله عليه وسلم.
عودوا إلى أخلاق محمد صلى الله عليه وسلم، ربوا أبناءكم وبناتكم على أخلاق سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذبوهم على هذه الأخلاق، عنهم ستسألون أمام الله يوم القيامة، عنهم ستسألون أمام الله يوم القيامة، قبل أن يقول ابنك يا رب، قبل أن تدخلني النار أدخل أبي فإنه لم يحسن تربيتي، أدخل أبي فإنه لم يحسن تربيتي، عنهم ستسألوا أمام الله رب العالمين يوم القيامة. أدبوهم على أخلاق محمد صلى الله عليه وسلم، عودة إلى زمن أجدادنا وآبائنا في الصفح والتسامح والحلم والعفو. نسأل الله أن يحسن أخلاقنا وأن يردنا إلى دينه رداً جميلاً. اللهم اجعلنا من الذين يقولون فيعملون، ويعملون فيخلصون، ويخلصون فينعمون، وينعمون فيشاهدون. اللهم أرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه. ارفع يا رب مقتك وغضبك عنا، ارفع يا رب مقتك وغضبك عنا، ارفع يا رب مقتك وغضبك عنا. أكرمنا ولا تهنا، أعطنا ولا تحرمنا، زدنا ولا تنقصنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، رضنا وارض عنا. يسر يا رب لنا حج بيتك الحرام، يسر يا رب لنا حج بيتك الحرام وزيارة المصطفى عليه الصلاة والسلام. اجعل يا رب مصر آمنة مستقرة، اجعلها سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. لا تدع لنا في هذا اليوم الكريم العظيم ذنبا إلا غفرته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا حاجة من حوائج الدنيا إلا قضيتها ويسرتها لنا يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك يا إلهي سميع قريب مجيب الدعوات. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واستغفروه يغفر لكم، وأقم الصلاة. الله أكبر، الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر، الله أكبر. سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم.
سمع الله لمن حمده. ربنا لك الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا لك الحمد. الله السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.